والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة، والتفاصيل مع الزميلة ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكم إلهام وأميرة، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024. وخلال الاجتماع تم عرض مشروع الموازنة المقترح والمبادئ الأساسية التي تم صياغة بنود الموازنة في إطارها، والتي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الدولة في تبني برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا. سجلت حركة الملاحة بقناة السويس اليوم أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، وعبرت اليوم 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط 4 دولارات وكذلك الأسهم، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.39% لتصل إلى 80.80 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.73% مسجلة 74.59 دولار للبرميل. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.45% لتصل إلى 2.76 دولار للتر. وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.88% لتسجل 2.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.8% وسط تراجع جميع أسهم البنوك في السعودية بما في ذلك البنك العربي الوطني، والذي انخفض بنسبة 5.9%. وأغلق مؤشر دبي على انخفاض بنسبة بلغت نحو 0.9%، كما انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة تقدر ب 1.6%، وكذلك انخفض المؤشر القطري بنسبة 1.5%. انتهت الجولة الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى إلهام وأميرة. شكرا لك ميرنا على هذا العرض.